بالنسبة للسياق ديال هذا اليوم، نحن كما تعلمون نعيش يوما استثنائيا اللي هو اليوم ديال 31 ديسمبر 2020 اللي نحن على مشارف انتهاء السنة الميلادية الجديدة سنة 2020، اللي بالمناسبة نهنئكم انتم كطاقم صحفي بهذه المناسبة ونتمنى لكم السنة سعيدة إن شاء الله سنة 2021. بالنسبة للتدابير المتخذة على مستوى المنطقة الإقليمية للأمن بالحجب على غرار المصالح اللامركزة للمديرية العامة للأمن الوطني، هي تدابير أمنية احترازية اعتيادية. دأبت المنطقة الإقليمية الأمن بالحجب بكل مكوناتها أن تتخذها في إطار تدابير احتياطية وإجراءات احتياطية مختلفة من خلال ضمان الانتشار الجيد والمعقلان بالشارع العام، من خلال تكثيف الدوريات بجل أحياء المدينة، من خلال تشديد أماكن أو نقط المراقبة والسدود القضائية بمداخل ومخارج المدينة، مجموعة من التدابير الهدف منها الأساسي هو ضمان الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات ديال ساكنة الحاجب. وهذه الإجراءات ستبدأ من الساعة 4 بعد الزوال وستستمر إلى غاية ما بعد منتصف الليل إلى غاية صباح يوم فتح يناير 2021. هذا هو يوم استثنائي كما أسلفت، وأنه ضروري أن هذه الاحتياطات والأمنية الدار، خاصة أنها تتزامن مع واحد الظرفية استثنائية خلال هذه السنة، لرغم أن نرى الاحتفالات تلغت، ولكن كان من الأساسي أنها اتخذ مجموعة من التدابير الأمنية الاحترازية من أجل ضمان هذه الأجواء ديال نهاية السنة الميلادية في أحسن الظروف. التدابير الصحية اللي دازت في هذه الأيام هذه قبل هضرة السنة الأولى دازت الأولى، كانت تدابير مشددة، وكانت السلطة المحلية قائمة بالواجبات ديالها وعلى رأسهم السيد العامل، وكل شيء كان الأمور كانت على أحسن، كان داك الشيء مزير شوية، التجارة شوية كانت صغيرة في ديك اللحظة، لأن الإنسان القد اليومي ديالو من يدخل كان شوية مزير، ما عندوش من غادي سميتو، ولكن الحمد لله الدولة قامت بديك المساعدة وداك الشيء عاونت شوية الأمور باش الناس تنفس شوية. أما الآن في هذا فترة السنة الميلادية مقبلة، بدات السلطة المحلية اليوم بدات المسائل ديالها بكري، بدات مع العصر بدات لي السلطة كيدوز من راه يدوز بوليسي مع مخزني مع الرمرة كذا، على أساس يحميو الناس شوية باش ما يوقعش الفوضى، ما يوقعش الاختلاط، وما يوقعش، وهادشي الحمد لله مزيان، هادشي الحمد لله مزيان. ونتمنوا الامور تدوز بخير وعلى خير، والله يرفع علينا هذا الوباء هذا، ونتمنوا الامور تدوز مزيان ان شاء الله الرحمن الرحيم. الحظر الصحي اخويا قلت لك حاطين راسنا مزيان مزيان بمعنى الكلمه، دايرين الكمامات، دايرين داك الماء باش اللي سميتو، والله يستر والله يدخل علينا 2021 بالخير والصحه والهنا وطولة العمر، ونخدموا شويه الامنيه الحمد لله كانت مزيانه زعما الصراحه، الناس السلطه خدامه مزيان بمعنى الكلمه الصراحه. هي دي 7:30 يدوروا الاول في الاول في دابا 7:30 تطلق ديك لاسيران ولا تتسد تيحضوا راسهم، لان هادشي راه مزيان، راه مزيان مزيان لينا ومزيان لكل شيء. بالنسبه للحجر الصحي اليوم راس السنه تنحسوا به عادي، الامن متوفر، كل شيء مزيان، زعما ما كاين والو، خدامين ما كاينش اللي يهضر معنا، الحمد لله زعما على اليوم. اما بالنسبه للحجر الصحي اللي داز في الايامات اللي قبل، داز شويه قاصح شويه، كنا شويه تنسدوا مع الجوج، يلا الناس تخرج، كاينه اللي في الخدمه، كاينه اللي ما يلا تنبداو الخدمه تيتعطلوا عباد الله، صافي تنجمعوا، كاين اللي عنده شي رقابه مشات له،
هادشي باش زعما داك الحجر الصحي اللي هو لعباد الله جات قاسحه شويه قاسحه ومازال دابا عباد الله دابا نقولوا دابا راه بخير شويه ولكن حتى الثمانيه دابا عباد الله شويه مازال جايه قاسحه.